أعرب السفير الهندي بالقاهرة أجيت جوبتي عن فخره بزيارة الرئيس السيسي لبلاده كضيف شرف في الاحتفال بيوم الجمهورية. وشدد سفير الهند على ثقته بأن العلاقات بين البلدين ستصل إلى مستويات متقدمة. فخور جدا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند كضيف شرف في اليوم الوطني للهند هذا العام، متأكد أن العلاقات بين البلدين ستصل إلى مستويات متقدمة. إنها المرة الأولى التي ندعو فيها رئيسا مصريا لحضور العيد الوطني كضيف رئيسي. خلال الزيارة ستعقد مباحثات بين الرئيس السيسي وكل من رئيسة الهند ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين، كما سيتم توقيع عدة اتفاقيات ثنائية لبحث زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين. أنا واثق أن العام الجديد سيشهد انطلاقة جديدة في العلاقات بين الدولتين.